بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان والصلاه والسلام الاتمان الاكملان الاجملان على من كان خلقه القران وتعامله مع الناس باحسان النبي العدنان سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن سار على هديه ونهجه الى يوم حساب الانس والجان احبتي مشاهدي قناه الموصليه الفضائيه احييكم باجمل تحيه فاقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم وبرنامجنا الاسبوعي ذكر للعالمين المقتبس من قوله تبارك وتعالى وما هو الا ذكر للعالمين. نتجول ونقتبس ونتعلم ونقف عند ايات كتابنا الكريم. بمعية نخبة متميزة من رجالات بلدنا وكفاءاته وعلمائه فباسمكم جميعا أرحب أجمل ترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور فارس عادل شيد حياكم الله وأهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم حياكم الله بارك فيكم جزاكم الله شيخنا المبارك ونحن في هذا الشهر المبارك ونحن في هذا الموسم الطيب المبارك وهذه من النعم التي انعم الله بها على معاشر المسلمين انه هيئ لهم مواسم الخيرات ونحن بعد ان انتهينا من شهر رجب الحرام جئنا الى شهر شعبان هذا الشهر المبارك نقف عند هذا الشهر فضائل هذا الشهر نفحات هذا الشهر ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك كذلك حال السلف الصالح رضي الله عنهم في هذا الشهر المبارك فبداية شهر شعبان نفحاتنا فضائل تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين شهر شعبان وصفه سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس. سبحان الله. شهر يغفل عنه كثير من الناس. نعم. قال العلماء عليهم رحمة الله لماذا يغفل الناس عنه؟ لأن الناس تعرف أن شهر رجب من الأشهر الحرم. نعم. وفهو معظم عند الناس وعند الله تبارك وتعالى. وكذلك شهر رمضان معظم عند الناس بمضاعفه الاعمال ولكن الكثير من الناس يغفلون عن شهر شعبان والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد علمنا عباده في الهرج كهجره كهجره الي فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكثر فيه من العباده ويكثر فيه من الصيام ثم لما يسأل عنه صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام إنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله تبارك وتعالى، فأحب أن يعرض عملي على ربي وأنا صائم. من حديث سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أتم صيام شهر إلا رمضان. وما رايته يصوم في شهر اكثر من صيامه في شعبان. كان صلى الله عليه وسلم يصومه الا قليلا منه عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ولهذا حثنا عليه افضل الصلاه والسلام على كثره العباده وكثره الاقبال على الله تبارك وتعالى وذكرنا عليه افضل الصلاه والسلام بانه في هذا الشهر تعرض الاعمال على الله تبارك وتعالى. فكان عليه الصلاه والسلام يقول فاحب ان يعرض عملي على ربي وانا صائم لا اله الا الله هذا الشهر المبارك شهر شعبان كما ذكرتم يغفل عنه الناس لان الناس يعظمون شهر رجب ثم ياتي بعد ذلك شهر رمضان وهو من افضل الشهور عند الله تبارك وتعالى نعم في هذه ما بين هذه الاشهر افضليه شهر شعبان اليوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه الصوم هل فقط المسلم اليوم في هذا الشهر المبارك عنده ان يكثر من الصيام ام هناك اعمال اخرى ايضا يفعلها في هذا الشهر المبارك نعم جزاكم الله خير سؤال وجيه ربما يسأل عنه كثير من الناس نعم بماذا نتقرب الى الله تبارك وتعالى في شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار من الصيام لانه الاشد على النفس ثم انه العباده التي اختارها الله تبارك وتعالى لنفسه كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به جميل فكان عليه الصلاه والسلام يزيد من الصيام في مثل هذا الشهر ولكن كان علماؤنا عليهم رحمه الله من سلفنا الصالح كانوا يهيئون انفسهم لاستقبال رمضان ربنا تبارك وتعالى ما ذكر وما اوجد وما افترض عباده الا وجعل لها مقدمات وجعل لها تبارك وتعالى اثارا ونتائج جميل فنراها مثلا في الصلوات التي نصليها انه كل صلواتنا فيها سنه قبليه وبعضها فيها سنه بعديه وبعضها ليس, ليس فيها لا, لا, لا وذلك لافضليه ذكرها علماؤنا عليهم رحمه الله عليهم تبارك وتعالى فصلواتنا فيها سنه قبليه وفيها سنه بعديه اما التي ليس فيها كسنه كصلاة الفجر وصلاه العصر فإنها تكرما من الله تبارك وتعالى تفضل أنها جعل ما بعد العصر مشغولا بأجر الفرض مشغولا بأجر الفرض ثم أن نقحم السنة في أجر الفريضة أن نقحم ضعيفا في قوي يعني فهذا فيه كراهة فكره لنا صلى الله تعالى عليه وسلم التنفل بعد الفجر والتنفل بعد العصر جميل وكذلك عندنا من الصيام شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رجب وصيام شهر شعبان ثم شرع لنا صلى الله تعالى عليه وسلم أن نعيش أنوار رمضان في شهر شوال من بعد رمضان من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان, كان كصيام الدهر وكذلك الحج ربنا تبارك وتعالى قدمه بالعمرة وأخره بالعمرة وحثنا صلى الله تعالى عليه وسلم ان نتابع بين العمره والحج عليه افضل الصلاه والسلام رزقنا الله واياكم آمين الحج والعمره مرات ومرات اللهم امين وكذلك الزكاه الله تبارك وتعالى شرع لنا فيها الصدقات نعم وهذا من كريم عطائه تبارك وتعالى علينا جاء في بعض الاحاديث عنه صلى الله تعالى عليه وسلم انه اول ما يحاسب اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه نعم ولكن هل تؤخذ الصلاة كلها؟ الجواب لا، الله تبارك وتعالى يأمر ملائكته بالحساب لعبده فيقول خذوا ما صح من صلاة عبدي. الله ما صح ما صح من صلاة عبدي، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه يؤخذ رب رجل ليس له من صلاته إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها إلا ثلثيها فيؤخذ ما صح من صلاة العبد. من من تمام كريم عطائه تبارك وتعالى على المسلمين يقول الله تعالى لملائكته انظروا في نافلة عبدي فخذوا ما صح منها وأتم له بها فريضته الله خذوا ما صح من نافلة عبدي وأتم له بها فريضته فيؤخذ ما صح من النوافل ويتمم بها الفرائض فحينما ننظر إلى شعبان أنه مقدمة لرمضان سبحان الله القراء كما يسمونهم من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا اذا دخل شهر شعبان اغلقوا متاجرهم وانفردوا لقراءه القران وختمته. الله وكانوا رضوان الله تعالى عليهم يكثرون من الاذكار يكثرون من الاذكار يكثرون من الاقبال على الله تبارك وتعالى كانه الانسان يتمرن حتى اذا جاءه رمضان فان قلبه ابيض وان قلبه صافي وان روحه قد صفت بذكر الله تبارك وتعالى والاقبال عليه يعني تجد شيخنا الحبيب في شهر شعبان المبارك هناك تهيئه جسديه نفسيه تهيئه من يعني الاعمال كيف تكون عندما يصوم الانسان في شهر شعبان يتهيئ لرمضان نعم ويعني ايضا يتهيأ جسديا حتى الجسد ايضا يعتاد على الصوم هذا طبيعه حال طبيعه الحال انه يعني نراها بحياتنا الدنيويه بحياتنا المعيشيه التي نراها ان هذا الذي يلعب الرياضه لا يدخل ابتداء هكذا لا بد ان يتمرن قبل ذلك ان يتمرن قبل ذلك فالله تبارك وتعالى قد خلق الانسان من جسد ودم ولحم كما يقال فلا ينبغي على الانسان أن يتمرن ينبغي على الإنسان أن يتهيأ ينبغي على الإنسان أن يتحضر لشهر رمضان لأن شهر رمضان شهر سباق إليه تبارك وتعالى الوصول إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال والسلام. عليه الصلاة والسلام آه من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه فالصالحون رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتهيئون لدخول رمضان قبل دخوله. نعم. يتهيؤون بقراءة القرآن يتهيؤون بالقيام يتهيؤون بالصيام يتهيؤون بكثرة الإقبال على الله تبارك وتعالى فبماذا يتقرب الإنسان إليه إلى الله تبارك وتعالى يتقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بالرجوع إليه بكل شيء يقربه من الله تبارك وتعالى ولعلنا نأتي في كلامنا إلى ما ينبغي على الإنسان أن يهيئ وأن يكون أهلا لرحمة الله تبارك وتعالى من حديثه صلى الله تعالى. <applause> عليه وسلم. في ليلة البراءة. <applause> التي يحويها شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث عنه أن الله تعالى يطلع على الناس أجمع فيغفر لجميع الناس إلا مشرك ومشاحن. فينبغي على الإنسان أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالخروج عن حقوق الله في أنفسنا. نعم. <applause> وبالخروج عن حقوق الناس فينا فمن كان له مظلمة عند أخيه فليسامحه لله ومن كان ظالما لأخيه فليستسمحه لله تبارك وتعالى ولا تأخذ العزة بالإثم لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حذرنا لا نقول أخبرنا وإنما حذرنا صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى يطلع على الناس أجمع فيغفر لهم جميعاً إلا اثنين مشرك ومشاحن. والمشرك لعله يعني نتوقف معه قليلاً حتى يعني نأخذ ما ينبغي على المسلم أن يلاحظه في هذا الشهر إن شاء الله. لا إله إلا الله، شيخنا الحبيب يعني هذه توضيحات مباركة من من جنابكم الكريم. يبقى اليوم بعد ان تعرفنا على حال حضره النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان في شعبان نجد اليوم حال السلف الصالح الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والذين عاشوا بعده كيف كان حالهم في هذا الشهر المبارك هذا ما سنسمعه من جنابكم ان شاء الله بعد فاصل قصير ان شاء الله من هدي القران نستقي وعلى حبه نلتقي بعد فاصل قصير انتظرونا بمشيئه الله تعالى عدنا اليكم مجددا احبتي المشاهدين الاكارم. انعم الله تبارك وتعالى علينا بان رزقنا الحياه وان جعلنا على قيد الحياه ونحن نشاهد ونحن نعيش هذه الايام. وهذه فرصه قد غاب عنها الكثير، فهناك الكثير من اخواننا واحبابنا واقاربنا قد غادر هذه الحياه ولم يشاهد هذه الايام. وانت عندما ابقاك الله أبقاك حتى تستغل هذه الأيام بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام والصدقة وبادر بادر بالأعمال في هذه الأيام المباركة لأنها أيام مباركة وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبل الفاصل كيف كان يتقرب إلى الله في هذه الأيام يتهيأ في كل شيء حتى يكون قريبا إلى الله تبارك وتعالى شيخنا الحبيب بعد ان سمعنا من حال نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان في هذا الشهر وهذا الشهر ذكرتم انه شهر يغفل عنه الناس وهذا الشهر ينبغي ان يتهيا الانسان له حال السلف الصالح رضي الله عنهم كيف كان في هذا الشهر المبارك السلف الصالح منهم من كان تاجرا ومنهم من كان لديه اعمال كثيره ومنهم كيف كانوا يتعاملون يتعايشون كيف كان حالهم مع الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك؟ نعم جزاكم الله خير شيخي آه يأتي هذا من, من من حقيقة الفهم لحياة الإنسان ولمراد الله تبارك وتعالى فيه. نعم الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلا ليعرفون ليعبدون معناها ليعرفون يعني نعم ليعرفون الله تبارك وتعالى. نعم بماذا نعبد الله وبماذا نتعرف عليه لعلنا بحقيقة الأمر ننظر إلى العبادة نسك يؤدى بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى وهذا فهم قاصر لمفهوم العبادة لا بد أن تفهم العبادة في مراد الله تبارك وتعالى فينا إني جاعل في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض خليفة الإنسان حريص على ما ينفعه ولكنه لعله هذه المنفعة تكون قاصرة لعل هذه المنفعة تكون قصيرة لعل هذه المنفعة تكون محصورة فينبغي على الإنسان أن يحرص على عمل إذا جاءته منيته أن لا يتندم على تركه لعله إنسان يسأل نفسه لو جاءني ملك الموت الآن على ماذا أتحسر أتحسر على بيت لم أسكنه أم أتحسر على سيارة لم أركبها أو أم مال لم أجمعه أم أتحسر على مال لم أجمعه نعم أم أتحسر على صديق لم أصاحبه أم وأم وأم من متاع الدنيا التي يسعى الناس لتحصيلها إن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لما يمر بقبر صلى الله عليه وسلم فيقول إن صاحب هذا القبر يود لو يرجع إلى الدنيا فيصلي لله ركعتين ركعتين فيصلي لله ركعتين لعظيم ما يرى عند الله تبارك وتعالى من ثواب العمل وعطائه الله من هنا ينبغي على الانسان دائما ان يحرص على ما ينفعه عند الله تبارك وتعالى وليعتقد وليتيقن وليعلم ان رزقه معلوم محدود عند الله تبارك وتعالى عند نفخ الروح فيه ان احدكم لا يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفه ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد فالرزق معلوم محدد عند الله تبارك وتعالى وإن الرزق لا يتبع صاحبه كما يتبعه أجله سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم علموا هذا وفهموا هذا علموا مراد الله تبارك وتعالى منهم وفيهم فكانوا رضوان الله تعالى عليهم اذا اقبل شهر شعبان فمن كان تاجرا اغلق متجره وتفرغ للعباده ومن كان عالما فتفرغ من طلب العلم واعطائه للناس لذكر الله تبارك وتعالى والرجوع اليه ومن كان منشغلا بالدنيا ترك الدنيا في هذا وتهيا وكل ذلك ليس لذات شهر شعبان وانما تهيئت تهيئه للحدث الاكبر للشهر الاعظم لشهر رمضان المبارك نعم لان النبي صلى الله, تعالى صلى, الله صلى الله عليه وسلم علمنا لو تعلم امتي ما رمضان لتمنت ان تكون السنه كلها رمضان حال سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما سمعنا عن مشايخنا عليهم رحمه الله ورضوانه انهم كانوا يستقبلون شهر رمضان سته اشهر الله ويودعونه ستة اشهر. الله الله. تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الاشهر الحرم، حياتهم كانوا لا ينظرون اليها الا طاعة لله، الا اقبالا على الله تبارك وتعالى. سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما ذكر لنا في كتب السير انهم كانوا اذا اقبل شهر شعبان فانهم من كان تاجرا يغلق متجره متفرغا لعبادة الله. من كان عالما يترك إعطاء العلم وتدريسه وإنما يتفرغ للعبادة ويتفرغ للقرآن حتى سماه العلماء عليهم رحمة الله سموا شهر شعبان شهر القراء شهر القراء لأنهم يتفرغون لقراءة القرآن الكريم فكان أحدهم يختم القرآن كل شهر مرة وكل أسبوع مرة وكل ثلاثة أيام مرة ولا يزيد على ذلك كما ذكر لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نجد هذا الاقبال وهذه الاعمال التي يسعى اليها وفعلها السلف الصالح لعظيم ما وجدوا ولجزيل ما وجدوا. شيخنا الحبيب ذكرتم جنابكم الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر المبارك وكذلك قراءه القران في هذا الشهر المبارك و قلتم قبل قليل ان السلف الصالح كان يسمونه شهر القران لكثره اقبالهم وقراءتهم يعني للقران الكريم هذه ايضا يعني رساله للبعض اليوم ممن يعني تفرغوا لقراءه القران في رمضان البعض يعني يفهم انه فقط شهر رمضان شهر القران شهر رمضان شهر الصدقه شهر رمضان شهر الزكاه شهر رمضان شهر العمره يعني الأعمال فقط تكون في رمضان أم أنها في رمضان لها يعني ثواب يختلف عن هذا الشهر المبارك لما البعض اليوم تجده يؤخر قراءته للقرآن هل يضمن نفسه أن يبقى إلى رمضان <applause> تجد البعض يؤخر الزكاة هي استحقت في شهر يقول أدفعها في رمضان أجرها أكثر يعني تأجيل الأعمال إلى شهر رمضان ألا يجد الإنسان أن الله تبارك وتعالى يعطيه على قدر نيته يتصدق في شعبان وبعد ذلك في رمضان وإن لم يفعلها في رمضان فأعطاه الله تبارك وتعالى في شعبان نص أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال بادروا يعني سارعوا الله والله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نعم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فالله تبارك وتعالى أمرنا بالمسارعة والله تبارك وتعالى أمرنا بالمسابقة والنبي صلى الله عليه وسلم حينما, حينما أمر أمر بالمبادرة فقال بادروا بالأعمال لماذا يا رسول الله قال فتنا كقطع الليل المظلم الله يبيت الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويبيت كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا لا اله الا الله فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم امرنا بالمبادره بالخيرات امرنا بالمبادره بالخيرات ثم ان الله تبارك وتعالى حينما يعظم العطاء يعظم الحسنات يعظم الثواب عنده تبارك وتعالى فإنما يريد كثرة إقبال منه من العبد عليه تبارك وتعالى وهذا لا يكون بليلة وضحاها كما يقال وهذا لا يكون بين ساعة وأخرى وإنما لا للعبد أن يتهيأ لا للعبد أن يمر أن أن يتمرن لا للعبد أن يقبل على الله تبارك وتعالى ويتفرغ يهيئ أوقاته يهيئ جسده يهيئ روحه يهيئ قلبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعني كان كان عليه الصلاه والسلام من دعواته صلى الله عليه وسلم الله مبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هذه الدعوه المباركه نجد ان شهر رجب وشهر شعبان من الاشهر المباركه نعم ولهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم محقق لا محال عندما يقول اللهم بارك لنا اي بمعنى شهر مبارك بماذا تكون البركه يعني لابد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نعم. البركه تكون بدعوته صلى الله عليه وسلم بدلالته على ما ينفعنا عند الله. الله. يعني ما الذي وصفه الله تبارك وتعالى بالبركه؟ وصف الله تبارك وتعالى البيت الحرام بالبركه. وصف الله تبارك وتعالى القران بالبركه نعم وصف الله تبارك وتعالى الاقبال عليه بالبركه فلا يكون مباركا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فلا يحصل الانسان البركه عند الله تبارك وتعالى الا باقباله عليه الا بان ينقطع اليه تبارك وتعالى طبعا البركه لا تكون بكثره المال ولا تكون بكثره الولد هم مطلوبان إذا ابتغى بهم الإنسان وجه الله تبارك وتعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، فيطلب الإنسان المال حتى يطلب به وجه الله، ويطلب الإنسان الولد حتى يفاخر به بين يدي الله تبارك وتعالى بالصالحات، وهو شيء طيب، ولكن اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ينبغي على العبد أن يعلم أن بركته بما ادخره عند الله، بما قدمه له بين يديه عند الله تبارك وتعالى وهذا لا يكون الا بالعمل الصالح والاقبال على الله تبارك وتعالى. جميل جدا، شيخنا الحبيب ذكرتم ان شهر شعبان شهر الصيام كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر، البعض يسال نصوم شهر شعبان كله؟ نكثر في شهر شعبان الصيام اغلب ايامه ام هناك يعني ايام محدده في شعبان؟ بدايته، وسطه، نهايته، الاثنين، الخميس فيه، هل هناك يعني ايام او عدد معين حدد في هذا الشهر الصيام فيه؟ حديث امنا عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها كان صلى الله عليه وسلم يصومه الا قليلا منه. كان صلى الله عليه وسلم يصومه الا قليلا منه هذا القليل حدد؟ لم يحدد هو ولكن ان يجعل له فاصلا بين السنه والفرض، بين شعبان وبين رمضان، مع انه قد جاءت بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل جاءت بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل ما بين شعبان ورمضان لأنه ولكن أحاديث أخرى جاءت عن حديث حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها ونبيها من قولها كان صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا منه لعله بعض الناس يأتون فيقولون إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهذه تؤخذ أو تقال لمن لم يصم من رجب وشعبان شيئا جميل يعني, يعني لم ينبغي يبتدي أن نوضح نعم لم يبتدئ الشهر بالصيام والناس للناس في, في في ذلك أحوال فمن الناس من يصوم رجب وشعبان ويتابعه برمضان وهذا لا ينهى عن الصيام لا بأس به إن كان لا يؤثر عليه لا بأس به يعني طبعا يعني إن استطاع أن يرى يعني في نفسه هو معتاد على الصوم يرى في نفسه قدرة يرى في نفسه إمكانية يعني لا إشكالة يرى في نفسه إقبالا على الله تبارك وتعالى وزيادة في الطاعات نعم لا بأس يعني أن, أن, أن يصوم ذلك مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا خير الصيام صيام نبي الله داود كان يصوم يوما كان يصوم يوما ويفطر يوما قالوا لماذا الأفضلية في ذلك الصيام لصيام سيدنا داود الذي ذكره ودحه صلى الله تعالى عليه وسلم عليه قال لأنه يصوم امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى فيمتنع عن الطعام والشراب ثم يعود إلى فطرته بطعامه وشرابه فيعود الجسد إلى ما جبل عليه ثم في اليوم الثاني يعود فيمتنع عن الطعام والشراب وهكذا ما بين تربية للنفس وعودة لها إلى فطرتها فمدحه صلى الله عليه وسلم وقال خير الصيام صيام أخي داود من الناس من يواصل من الناس من يصوم يوما ويفطر يوما م. من الناس من يصوم الثلاثه ايام البيض ثالث عشر ورابع, ورابع عشر, عشر وخامس عشر, عشر, عشر من شهر رجب وشعبان من الناس من يصوم الاثنين والخميس وهكذا كلها يعني الامر فيه متسع الامر فيه متسع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا من حديث عليه الصلاه والسلام كما ذكرنا بحديث امنا عائشه انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم الا قليلا منه ما رايته صلى الله عليه وسلم اتم صيام شهر الا رمضان وما رايته يصوم اكثر مما يصوم في شعبان فكان صلى الله عليه وسلم يصوم الا قليلا منه فكان عليه الصلاه والسلام يصوم اكثر الشهر عليه افضل الصلاة, الصلاه والسلام طبعا انه يتخير الانسان ما يتقرب به الى الله ينبغي على الانسان ان يتذكر دائما اتقوا الله ما استطعتم جميل دائماً يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ولن تحصوا. سيدنا ابن عباس، سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يكثر من الصيام. عليه رضوان عليه رضو الله, علي الله. سيدنا ابن عمر كان يكثر من الصيام. سيدنا ابن مسعود كان لا يكثر من الصيام، فكان حينما يسأل عن سبب تقليله من الصيام، كان يقول يمنعني عن التدبر لكتاب الله. إذا كانت يعني تدبره وقراءة القرآن أكثر. أكثر من أكثر من الصيام لأنه يجد حاله مع الله تبارك وتعالى في إقباله وقراءته أكثر جميل في القرآن أكثر سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يجد وجود يعني إقباله على الله وصفاءه كان يجده في الصيام الله فكان يكثر من الصيام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يرون ما تميل إليه أرواحهم ما يجدون فيه قلوبهم ما يجدون فيه إقبالهم على الله تبارك وتعالى ويتخيرون يتخيرون فيه لأن الإنسان لعله يعني يحب الصوم أكثر ويجد نفسه فيه انقطاعه لعله يجد فيه شدة ولكن الإنسان مثلا يميل إلى الشهوة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا وهذه وصية للشباب إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا عليه مسالكه بالصيام نعم بل إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول موجها للشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج قدره فانه اغض للبصر واحفظ للفرج نعم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فعليه بالصوم فانه له وجاء اي له وقايه وله حمايه نعم فهذا الذي يميل الى الشهوه يميل الى يجد علاجه يجد علاجه في الصيام, في الصيام لعل انسانا يميل الى التدبر والتامل في كتاب الله تبارك وتعالى نعم لعل انسانا غنيا الله تبارك وتعالى قد وسع عليه فهذا تقوته لله تبارك وتعالى في سعي على الارامل والمساكين عليهم صدقته في في على الارامل والمساكين نعم لعل انسانا موظفا ان صام ضاقت طاقته وضاق وقل صبره نعم فهذا تقوته لله تبارك وتعالى أن يجعل قضاء حوائج الناس في مثل هذا الشهر طاعة لله تبارك وتعالى وأن يسهل عليهم وأن يكون مخلصاً عليهم وصادقاً في عملهم يسهل عليهم أمورهم لعله إنسان يقول المسلم مطالب بالتيسير على الناس في شعبان وفي رمضان وفي رجب وفي شوال وفي كل الأشهر أقول نعم ولكن أن يزيد من الخير طاعة لله في مثل هذه الأشهر جميل جداً بنية التقرب إلى الله كما كما عليه نجد حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجود على الناس في كل الأشهر لكن نعم في رمضان كان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان كما كما وصفوه نعم فكان صلى الله عليه وسلم جوده أجود من الريح المرسلة الله كما الله وصفوه عليه عليه الصلاة والسلام, والسلام بوركتم شيخنا الحبيب نبقى في هذا الشهر المبارك وفضائل ونفحات هذا الشهر المبارك لكن نكمل بعد فاصل قصير إن شاء الله. نبقى في حلقة اليوم شهر شعبان فضائل ونفحات نكمل بعد فاصل قصير لنتعرف أكثر حول فضائل ونفحات هذا الشهر المبارك انتظرونا بمشيئة الله تعالى عدنا اليكم مجددا احبتي المشاهدين الاكارم. الله تبارك وتعالى انعم على المسلم بمواسم الخيرات. فعلى المسلم ان يقبل على الله تبارك وتعالى بكل ما يستطيع. فان كان في عمله فليكن مخلصا وصادقا في عمله وان كان لا يحتاج الى العمل في هذا الشهر فليتفرغ في الصيام، فليتفرغ الى كثره الصلاه، فليتفرغ الى قراءه القران. فكل الله تبارك وتعالى قد يسر له ويعطيه على قدر نيته، لكن عليه ايضا رساله نتوجه بها الى التجار ان تكون تجارتهم مع الله في هذه الاشهر، فهناك اناس كثر ينتظرون بفارغ الصبر ان ياتي شهر الخير، شهر رمضان، حتى يوسع عليهم الاغنياء، فالله الله في هؤلاء وسعوا عليهم سهلوا امورهم ولتكن تجارتكم ليس الدنيا فقط فلتكن تجارتكم مع الله تبارك وتعالى بالتقرب إليه سبحانه بالتوسعة على الفقراء والأيتام والمساكين والمحتاجين شيخنا الحبيب ذكرتم قبل الفاصل أن الله تبارك وتعالى يطلع على قلوب عباده فيغفر لها جميعها إلا لمشرك أو مشاح هل لا وقفنا عند هذا الاستثناء لماذا المشرك لماذا المشاحن وهذه ايام فضيله ايام عظيمه موسم خيرات يغفر الله لكل هؤلاء الناس لماذا المشرك لماذا المشاحن وهناك ايضا نجد اليوم هناك من يصوم هناك من يقرا القران هناك من يصلي الا انه في مشاحنه مع اهله مع اخيه مع جيرانه مع صديقه ايضا رساله ينبغي ان نقف عندها ليس فقط ان نعطي الاعمال أن نبادر بالأعمال لكن هناك أيضا مشاحنات موجوده حتى هذه المشاحنات كيف تزال؟ كيف نتعامل معها؟ هل كانت موجوده سابقا؟ كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟ جعلنا الله وإياكم من الموفقين اللهم آمين جعلنا الله وإياكم من المرحومين آمين جعلنا الله وإياكم من المهتدين لأسباب رحمته تبارك وتعالى آمين اللهم آمين الناس تفهم أن رحمه الله واسعه نعم وهذا حق ولكنه تبارك وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء. الله. فساكتبها للذين يتقون. فساكتبها للذين يتقون. هذه التقوى ينبغي على الانسان ان يفهمها فهما حقيقيا. نعم جاء رجل الى النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم، فقال: اوصني يا رسول الله. نعم قال: اتق الله حيثما كنت. واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله نعود الى التقوى ومفهومها الذي ينبغي على العبد ان يفهمه وان يدركه تمام الادراك. نعم <applause> عفوا اتق الله حيثما كنت في اي مكان واي زمان واي حال. في علانيتك وسرك. ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه فإن يراك هو يراك ولكن هل يكفي لهذا النجاه؟ نقول لا النبي صلى الله عليه, عليه وسلم عطف باشتراك الحكم فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها نعم. أيها العبد إنما تعمل لنفسك لا لأحد إنما تعمل لنفسك لا, أحد. لا لأحد وهذا يستوجب على العبد الإخلاص مه. لعلنا سؤال ينبغي أن نسأله ما درجة النجاح في الإخلاص يعني حينما نقول إذا قسمنا الدرجات من مئة كم ينبغي على المسلم أن يحصل حتى يكون ناجح في الإخلاص يعني الـ الـ نسبة, الإخلاص نسبة النجاح في الإخلاص ما هي جميل, جميل لعله من الناس من يقول بأنه خمسين أو واحد وخمسين بالمئة هو ناجح لعله من الناس من يقول لا درجة النجاح سبعين نقول إذا كان عند المسلم تسعة وتسعين بالمئة لله وواحدة لفلان وثنائه ومدحه فقد ذهب عمله كله الله أكبر درجة النجاح في الإخلاص ينبغي أن تكون مئة بالمئة درجة كاملة درجة كاملة لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي الذي يعلمنا به صلى الله تعالى عليه وسلم من عمل عملا أشرك به غيري الله أكبر فهو لمن أشرك له وأنا منه براء الله تبارك وتعالى يتبرأ من العبد يتبرى من عمل العبد إذا ابتغى به ثناء الناس إذا ابتغى به, به مدح الناس إذا ابتغى به خدمة الناس فينبغي على العبد دائما أن ينظر إلى العمل أنه لله تبارك وتعالى ومنفعته عيدة لنفسه نعم. ممن يبتغي المنفعة يبتغي المنفعة من الله تبارك وتعالى لا من عبد قد خدمه ولا من عبد قد قدم له اتق الله حيثما كنت باتباع أمري واجتناب نهيه أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث حيث نهاك وأتبع السيئة الحسنة تمحها أن تعلم أن الله تعالى قد خلقنا لعمل لعبادته لمعرفته للإقبال عليه وأن نبتغي بذلك العمل وجه الله تبارك وتعالى ولعلنا نعرج في معنى المشرك الذي لا يطلع الله تعالى إليه ولا يرحمه انطلاقا من هذا الأمر ولكن أن نتمها قال واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم. لا ينجو الانسان عند الله تبارك وتعالى الا باستكمال هذه المحاور الثلاثة. جميل. اصلاح حاله مع الله تبارك وتعالى. نعم. واصلاح الحال مع النفس بالاخلاص واصلاح الحال مع الناس. مع الناس. لعله انسان يصلح حاله مع الله ويصلح حاله مع النفس ولكن لا يصلح علاقته مع الناس. تجد هناك نقص. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة اتدرون من المفلس من امتي قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ولا قال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وحج وزكاه كامثال الجبال الله اكبر اعماله كثيره عباداته كبيره ياتي كامثال الجبال ولكنه ياتي وقد ضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فياخذ هذا من الحسنات وهذا من الحسنات حتى إذا فنيت الحسنات انتهت وهي كأمثال الجبال وللناس عليه حقوق لا إله إلا الله. لم تنتهي الأمر لم ينتهي الأمر أخذ من سيادهم فطرحت عليه فطرح في النار نسأل الله العافية أصلح ما بينه وبين الله باتباع الأمر واجتناب النهي وأصلح ما بينه بالإخلاص ولكن لم يصلح ما بينه وبين الناس مم. لعل إنسانا يصلح ما بينه وبين الناس وبينه وبين الله ولكن أن يجعل ذلك رياءً أن يجعل ذلك إرادة السمعة إرادة الثناء إن الرجل لا يعمل بالعمل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال عليه الصلاة والسلام أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة بقارئ للقرآن ومجاهد ومتصدق الله أكبر كيف ربنا تبارك وتعالى يوقف قارئ القرآن اتيتك الصوت الحسن والأداء الجميل ماذا عملت؟ قال ربي قرأت وأقرأت ابتغاء وجهك فيقال له كذبت انما قرأت وأقرأت ليقال ليقال وقد قيل وكذلك للمقاتل وكذلك للمتصدق ليقال انك كريم وليقال انك شجاع وقد قيل خذوا عبدي فادخلوه النار لا اله الا الله شيخنا الحبيب يعني اليوم نفهم من هذا الكلام أن الإنسان عندما يتصدق ويقرأ القرآن ويصلي ويفعل هذه الخيرات إلا أن هناك شحناء يعني كل هذه الأعمال نأتي إليها بالركن الثالث نعم الذي الذي وخالق الناس وخالق الناس بخلق حسن نعم ولكن أن نتمها لعل إنسانا يصلح ما بينه وبين الناس ويصلح ما بينه وبين نفسه ولكن لم لا يفعل ذلك تقوى لله تبارك وتعالى الله وإنما يفعل ذلك حياء من, الشيء من الشيء الذي يشينه من الشيء الذي يؤذيه حتى لا يقال عنه بأنه عاصي حتى لا يقال يعني لا يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ربنا تبارك وتعالى قال إن الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء لأنه لم يفعل ذلك طاعة لله وتقوى لله تبارك وتعالى فينبغي على العبد ان يستذكر دائما ان يصلح ما بينه وبين الله وان يصلح ما بينه وبين نفسه بالاخلاص وان يصلح ما بينه وبين الناس. لعلنا ان نعرج بالكلام من حديثه صلى الله عليه وسلم اطلعوا الله تعالى على الخلق فيغفر لهم جميعا الا مشرك ومشاحن. ينبغي علينا ان نعلم من هو المشرك. الشرك كما ذكره علماؤنا عليهم رحمه الله نوعان شرك اعتقاد وشرك عمل. شرك اعتقاد وشرك عمل وشرك شرك الاعتقاد أن تجعل لله نداً وهو خلقك أن تعبد مع الله إلهاً آخر وهذا قد بشرنا وطمأننا سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قد أمن علينا الشرك من بعده إني لا أخاف عليكم الشرك بعدي ولكن نرجع فنقول أخاف عليكم زهرة الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها أيضا شحناء أيضا شحناء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا فقال لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب أن يحول المسلم أن يحول المسلم إلى كافر أن يحول المسلم إلى غير الإسلام لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بين المصلين مم. رجعنا يشحنة. إلى الخلاف والشحناء فهذا المشرك الذي هو مشرك الاعتقاد قد أمننا صلى الله عليه وسلم وقد بشرنا وإن وقعت بعض الصور من الناس جهالة بأنهم يشركون مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا نحتاج إلى توجيههم نحتاج إلى تذكيرهم نحتاج إلى تصحيح اللفظ وتصحيح الكلام معهم اما شرك العمل فهو ان يبتغي غير وجه الله بما يبتغى به وجه الله تبارك الله وتعالى الله. الذي بش، الذي خوفنا منه صلى الله عليه وسلم الذي قال هو يجري من ابن ادم مجرى الدم يجري يجري منه جريان الدم فيه الذي هو الرياء سماه صلى الله عليه الله. وسلم, الله. وسلم الشرك الخفي الشرك الخفي سماه صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي نعم نعرج بعد ذلك فنقول بعد الشرك الشحناء لعله انسان يريد مغفره الله تبارك وتعالى يريد رضوان الله تبارك وتعالى يريد رحمه الله تبارك وتعالى فينبغي عليه فينبغي علينا ان نقول الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الارض يرحمكم, يرحمكم من, في من في السماء النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر فيقول ايعجز احدكم ان يكون كابي ضمضم قالوا وما شأن أبي ضمضم يا رسول الله قال كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة كان يقول اللهم إني أجعل في حل كل من أساء إلي لا إله إلا الله إني أجعل في حل كل من أساء إلي مم كأنه يجعل حقوقه لله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى الذي يقبل التوبة عن عباده آمنت بالله بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالرجل يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة تكرر المشهد ثلاثة أيام فكان الداخل نفس الداخل فكان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه والله لا أعلمن من شأن الرجل ما دعا أن بشر رسول الله أنه من أهل الجنة فبات معه ثلاث ليال فما رآه يزيد على أعماله من كثرة ولكنه لما أخبره وولى عنه ناداه الرجل يا عبد الله لعلي وجدت الذي تبحث عنه فقال ما بك ما هذا الذي يعني عندك غير الذي عندنا قال أني لا أجد في نفسي غلا ولا حقدا على أحد من المسلمين الله فقال سيدنا عبد الله بن عمر يدلنا على الدواء قال هذه التي بلغتك الله بلغته ماذا هذه أن بشر به رسول الله أنه من أهل الجنة يعني هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيق الله فمن أراد البلاغ بلاغ رضوان الله وبلاغ رحمة الله فليصبر نفسه وليحبس غضبه وليعفو عن الناس حتى يعفو الله تبارك وتعالى عنا جميعا نسال الله ان يجعلنا من اهل رحمته ومن اهل رضوانه مولانا آمين العالمين امين امين اللهم امين شيخنا الحبيب وصلنا الى ختام هذه الحلقه المباركه في هذا الشهر المبارك بدقيقه وكلمه اخيره توجيه ونصيحه منكم الى شباب اليوم والى شابات اليوم ونحن في هذا الشهر المبارك تفضل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرنا ونبهنا معاشر الشباب ومعاشر الرجال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اغتنم خمسا قبل خمس ومنها شبابك قبل هرمك لعله الإنسان حال شبابه فتاة كان أو شابا لعلهم حال شبابهم وانشغالهم بالدنيا أقول يا أخي يا أختي يا ابني يا ابنتي احرصوا على ما ينفعكم عند الله تبارك وتعالى واسمعوا وتذكروا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال في تلك قطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا احرص على ما ينفعك عند الله تبارك وتعالى واحرص ما يكون لك ذخرا وفخرا بين يدي الله تبارك وتعالى بالإقبال عليه ألا إن, لي ألا إن لدهركم هذا لنفحات ألا إن لأيام دهركم هذا لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعل نفحة تصيبكم لا تشقون بعدها أبدا من هذه النفحات شهر شعبان الذي وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم يغفل عنه كثير من الناس ذكرنا به عليه الصلاه والسلام بانه شهر تعرض فيه الاعمال على الله تبارك وتعالى ويحب ان يعرض عمله على الله وهو صائم فلنحرص على طاعه الله والاقبال عليه ولنهيئ انفسنا لشهر رمضان علنا نكون من المعتقين علنا نكون من المقبلين على الله من المقبولين لديه مولانا رب العالمين. امين اللهم امين، بوركتم شيخنا الحبيب وبورك ما قلتم ونفعل الله بما ذكرتم فضيلة أمين الشيخ الدكتور فارس عادل شيد مسؤول وحدة البحوث في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في نينوى جزيل الشكر على هذه المعلومات المباركة الطيبة وهذه الايضاحات النورانية في هذا الشهر المبارك، اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا آمين في رجب وشعبان وان يبلغنا واياكم والمشاهدين شهر رمضان. اللهم امين. الامام الحسن البصري عليه رحمه الله سئل ذات يوم ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال: علمت ان عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصيه، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله رب العالمين، ينبغي أن نستعد للقاء الله، ينبغي أن نكون دائما على استعداد وفي طاعة وفي إقبال على الله تبارك وتعالى كيف لا ونحن في هذه الأشهر المباركة وبعد أيام يرزقنا الله تبارك وتعالى ونكون من المحظوظين عندما نكون في شهر رمضان، اسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان ونحن في احسن حال امين اللهم امين، استودع الله دينكم واماناتكم وصالح الاعمال والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.